أضحت إمارة دبي في القرن 21 تحتضن كبرى الشركات العقارية على مستوى العالم من خلال سعيها المتواصل لتوفير بيئة تنافسية لاستقطاب الفرص الاستثمارية وتعزيز وتشجيع وتنمية القطاعات الاقتصادية. وتجسيداً لرؤية الحكومة الرشيدة بتطبيق نهج عمراني مستدام يضمن تقدم الإمارات للصفوف العالمية في البناء الحضري المستدام، ومن خلال اهتمامها بالمحافظة على بيئة دبي وتعزيز ودعم التنمية المستدامة، تولي دائرة الأراضي والأملاك في دبي اهتماماً كبيراً بالاقتصاد الأخضر بإطلاقها العديد من المبادرات والبرامج التوعوية والتثقيفية من خلال ذراعها الاستثماري مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذي من شأنه تكوين بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة من خلال تحديث وتطوير معايير الاستدامة بمواصفات عالمية. إن رؤية دائرة الأراضي والأملاك أن تكون البيئة العقارية الأولى عالمياً الجاذبة للاستثمار، حيث أخذت على عاتقها التصدي إلى استحقاقات الاستدامة العقارية وصياغة مبادرات نوعية تتعامل مع الاستدامة العقارية كأولوية يجب إيلاؤها الأهمية القصوى بالمستوى ذاته الذي تتعامل فيه مع باقي الأنشطة العقارية. ولذلك لم تنكفئ على نفسها بوصفها جهة رسمية معنية بالتسجيل والتوثيق فقط، بل واكبت التطور العالمية وتوجهاتها في ضرورة التركيز على الاستدامة في صناعة التطوير العقاري لأنه حجر الأساس في الاستدامة، واتخذت من الاستراتيجية طويلة المدى التي أطلقها سموه خارطة طريق لإطلاق مبادراتها المتخصصة بالاستدامة العقارية.